ترى بنت المغرب حبت أغاني الزمن الجميل، غنت لكبار الفنانين. هي بنت الام بي سي، قبل 10 سنين حطت بصمتها الأولى في برنامج أرب آيدل، واليوم هي من أجمل الأصوات والأشكال على الساحة الفنية. نتعرف عليها أكثر مع راضية صلاح. أنا يسرى سعوف، بنت الدار البيضاء المغربية. لا يغركم صغر سني، فأنا ترعرعت على حب أصوات الزمن الجميلة. هم كانوا انطلاقتي ومدرستي، ومنهم سرت في طريقي. كنتذكر أول مرة غنيت فيها كنت في السيارة مع العائلة ديالي، وبديت كنردد أغنية أنا كنت في دارك الأم كلثوم. وقتها كان عمري 10 سنين. يسرى سعوف من المغرب. حقيقة انتظرت وحققت ولو جزءا مما تمنيته. في الدقائق الأخيرة قبل ما نفوت على المسرح أكيد كيكون توتر رهيب وضغط، لأنه الأضواء ومقابلات. وقفت بثقة، كسبت الرهانة مع أصوات رائعة، وأمام لجنة تحكيم غنيت أغانيها ولا زلت. مزاجية أحياناً، لكن عندما يتعلق الأمر بمن أحب شجعت البارسة لعيونه وتركتها لرحيله. نيمار، حبي له مختلف ولن أنساه. الكلام ما يوصف صفات حبيبي في زين آية، عزة نفسه بخطوات بنظرة صارت حكاية. سلبني روحي وبكلماته حيرني سهلة معايا، هو قاضي يحكم بحكاية. رومانسية واثقة. أفضل أن أشجع ناد معين في بلدي، لكن لأسود الأطلس مكانة كبيرة. وتحية لكل نجمة. رجل بالمعنى واسمي يفكرني بروميو، ده زمان الأمر ينفذ من غير ما نتردد. أمنيتي أن أعود من جديد لزيارة وجهتي المفضلتين إيطاليا وإسبانيا بعد زوال الغمة، وأقول que yo te agarre baby, besos en el cuello pa calmar la sed, mi mano en tu cadera pa empezar como es, no le vamos. بحاجة للحفاظ على رشاقتي، لكن أمام رفيسة المغربية أنا إنسانة ثانية. راضية صلاح، صدى الملعب.